حلقة جديدة نطل فيها عليكم مشاهدينا من سوق المزارعين البحرينيين، هذا المكان اللي ينعش في قلوب الجميع الروح، ينعش فينا الحياة طبعا ما بين الفاكهة والخضروات بشكل عام، والزوار اللي يحبون التواجد في هذا المكان أسبوعيا. قبل ما نبتدي معاكم جولتنا في هذا المكان، خلونا ننتقل إلى مشتل الحدائق المعلقة، ومن بعدها راح نكمل جولتنا في سوق المزارعين. أول بداية بتكلم عن النبات الموسمي أو الورود الموسمية الهولندية. أولاً عندنا الأليسيوم. الأليسيوم عبارة عن ورد صغير وله رائحة مثل العسل، يتم على كون أنواع وألوان. وثاني وردة موجود عندنا هو الأستي، تميز باللون والكفافة في الورقيات مثل ما أنتم تشوفون. عندكم ورق البنتس، والبنتس عبارة عن يكون الورد نفس المظلة ويكون شيء جميل الصراحة. وعندكم الفولكس، فولكس يتم بهالشكل، ورد صغير ولا رائحة حلوة ما شاء الله ممتاز. وعندكم المعلقة، وهم أكثر ما ميزتنا الصراحة في المحمية، وعبارة عن بتونيا بس نوع آخر من نبات الهولندي، يكون مختلف من ناحية اللون والورقيات. مثل ما تشوفون ان عادة البتونيا يكون اكبر من ناحية الورد بس حجمه صغير. البتونيا الهولندي يكون مختلف، انه يكون شائع ينتشر من ناحية في الأصيص، ويكون شيء حلو انه يكون معلقة. وثاني شغلة عندكم الجيرانيوم، مثل ما تشوفون انه يكون ورقته كبيرة، ومن ثم بعد فترة يطلع الورد، يكون أول بداية بهالشكل، بعد فترة قصيرة يتم فيه الورد بشكل دائري، يكون جدا جدا جميل. الورد اليوناني مثل ما تشوفون لونه يختلف عن المحمدي، ويكون الورق مختلف، يكون عادة أطول. وهاي الورد اليوناني القزمي يكون على جد بس صغير. أوكي. عندكم مني ورد المحمدي المطلوب دائما عند الكاستمرز، ويكون عبارة عن ورد وله رائحة قوية ما شاء الله. الورد اليوناني الشجر اللي هو مثل ما انتم تشوفون عبارة عن جد هني، ويكون كبيرة ويتم فيها من ناحية الشجر الورد يطلع منها. محمية الفرالة تعمل بالتهوية، ولكن لازم يكون الإقليم ماله كلش بارد، فدرجة الحرارة في المحمية المفروض يكون من 25 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية. ما تنزرع إلا عندنا بالشتاء، ومستحيل تنزرع بالصيف، ويتم عملية زراعتها عندنا بالبحرين. أولا نأخذها من جذور من إسبانيا ونزرعها، وخلال شهرين تقريبا يطلع الفرالة مثمر أخضر، ومن بعدها يكون أحمر مثل ما أنتم تشوفون. المحمية طبعا مفتوحة للسياح، يجون يقطفون الفرالة من الساعة 9 إلى الساعة 5 مساء على مدار الأسبوع، وحياكم الله. هنا عندنا قسم نبات الثمري مثل ما تشوفون، هني عندنا الطماط البحريني عندنا الكبير، وعندنا طماط تشيري توميتو اللي يكون صغير، وهني قسم الخيار مثل ما تشوفون. هنا يتم زراعته عن طريق الهيدروبونيك، زراعة مائية مثل ما تشوفون. ان
هذا اسفنج بدل من التربة، ويتم نقل المياه بالانبوب ده، ويتم زراعة الهيدروبونيك. الزراعة الأرضية عادة يكون موسمية، والخيار ما يتم زراعته على مدار السنة. أما الهيدروبونيك يوفر عليكم الزراعة الأرضية من ناحية السماد ومن المكان، ويوفر المياه أيضا، لأن يكون عملية الهيدروبونيك يصير ريسايكل إلى المياه ويتوفر منها المياه من هالطريقة. وعلى مدار السنة تقدر تزرع الخس والطماط والخيار مع بعض. وفكرة الوالد أولا إنه يكون المحميات بتقنية الهيدروبونيك، هي أول بداية تقنية كانت بكوريا، وذهب لكوريا وشاف إنه ممكن تصير هالتقنية موجودة في البحرين، فبدأ في هالمشروع. الوالد كان مهتم بالزراعة فتبحث بهالموضوع، بعدين جت الفكرة إن الهيدروبونيك يصلح حق البحرين من ناحية إن الجو الحار، فمع المياه والتكييف تكون مواجهة ممتازة على مدار السنة، تنتج بضائع. فتبحث وحصل شركة كورية اسمها بي كي جرين هاوسز، ومن ثم تم الاتفاقيات وبنينا هالمحميات في البحرين. الشيء اللي يميز حدائق المعلقة عن غير المشاتل هو أولاً كيفية رعاية النبات الموجود عندنا، كم هي بالمحمية، وثانياً الأشياء الثمرية مثل الخيار والخس والطماط، وخصوصاً الفراولة مو موجود في أي مشاتل باقية. أولاً بتكلم عن شلون تهيئة الهيكل المحمية، عبارة عن هيكل مع بلاستيك خاص لحماية البيئة ثانياً، وعبارة عن تهيئة النبات لمكانها الطبيعي. عادة خصوصاً عندنا بالبحرين الحر ما يساعد النبات على ينمو، فتهيئتها في المحمية يكون واجب مناسب من ناحية تهوية عن طريق البانكات، وعندكم تهوية عن طريق الماء يكون من طريقة الكولينج باد، يمر عليها المياه ويبرد مع الفان. مرحلة الخيار تبدي من وردة صغيرة، ومن ثم تكبر إلى هالحجم، إلى هالحجم تورد عبارة عن ورد أصفر، ومن ثم تكبر شوي، ومن ثم تكبر وهذا الخيار عادة، من ثم تكبر بهالحجم تورد الوردة. إذا وردت الوردة خلاص تم على أكبر شكل الخيار بهالطريقة. ست مرات او ست سنوات تشاركون فيها في سوق المزارعين، اكيد يعني انتم حبيتوا المكان، استفدتوا من وجودكم في هذا المكان، كلمنا عن اهميه هذا السوق. اولا تسويق منتجاتنا، ثانيا تعريف المواطن البحريني والاجنبي والمقيم على الخيرات البحرين اللي تنتجها البحرين، مثلا من خضروات، من فواكه، من السوالف. وعندش بعد نقطه ثالثه، مثلا نتعرف على الناس ما شاء الله، يعني في اخوان زملاء معنا في العمل كان قديمين سنوات ما شفناهم، او معنا يعني زملاء دراسه سنوات ما شفناهم، في هذه يعني صراحه جمعتنا بهم، يعني شفنا شباب واجد من ايام الطفوله، ايام الدراسه، زماله العمل وغيره ما شاء الله. المقيمين او الاجانب نتعامل معاهم، بعضهم حتى المواطنين البحرين يسالون بعض الاشياء، الخضروات، يعني انا في عندنا منتج نفس لو هذا القلم الاخضر هذا، هذا من يوم انا طفل مع الوالد وعمري 10 سنوات، والحين انا عمري 60 سنه نزرعه زين، ويسالوننا شنو هذا ما شنو هذا، يعني كبار في السن صغار في السن، يعني انا استغرب شوف انا اقول هاي مثلا هاي بروك قلم، في اشياء جديده مثلا ما يعرفونها، نقول لها هاي طبعا كل منتج البحرين، هاي مزروع في البحرين، يستغربون هاي البحرين تنتج هذا، ايش تلاقيه
تنتج خيرات ما شاء الله. وبعد لو في يعني اصناف جديده نخلي فيها هم ننتج بعد. هاي ثاني سنه احنا اني سوق المزارعين اشترك. احنا في البيت ما كنا نسوي ريوق، بس حلويات، انواع الحلويات الرنجينه وما رنجينه، الاشياء الشعبيه. يعني هني ابتدينا نسوي ريوق، واحنا بعرف في البيت نبيع حق برا شي ريوق وبوفيهات وكذي. تقريبا احنا اكثر شغلنا على الحلويات. طبعا في سوق المزارعين هني تلاقين يعني وايد ناس يهتمون انهم يجون يتريقون في نفس هذا المكان. شنو الاشياء اللي تقدمون لها تقدمون لهم اياها من خلال وجودكم؟ اكثر شيء احنا يعني يجون هني صج حق الريوق، فاحنا عندنا اطباق وايد متعدده، مثل البيض، بيض الطماطم، الشكشوكه، انواع البيض كلها، وعندنا البلاليط، عندنا الفول، عندنا النخي، نخي بشير، مضروبات الورق عنب، وايد اشياء، الكشري. احنا استفدنا، كسبنا كاستمر. قبل صراحه ان احنا في البيت يعني مشروع صغير ما حد يعرفه، بس من ينا سوق المزارعين ما شاء الله وايد عندنا اوردرات حتى في البيت وهني. يعني الناس تعانا تينا ان اكلكم حلو، اكلكم لذيذ، ان ايلك انت بس حق البيض طماط هاللون. ان الحمد لله احنا تميزنا في اشياء بسبب سوق المزارعين. شنو هذه الاصناف اللي ممكن تميزتوا انتم فيها والناس اقبلوا عليها بشكل كبير؟ احنا اكثر شيء يحبونه من عندنا الرنجينه، وعندنا شيء احنا متخصصين فيه اللي هو الرويال بايت بانواعه. مثلا من الريوق الاوادم تعنا حق مثلا الفول، البيض طماط، اشياء معينه. ما شاء الله المضروبه تقريبا 6 أو 7 تريات احنا نجيبهم يخلصون لان وايد يحبونها. زين، ايش رايك بغض النظر عن كونكم انتم مشاركين في سوق المزارعين، ايش رايك في المكان بشكل عام، سوق المزارعين؟ ما شاء الله المكان وايد ابداع والشغل متعوب عليه. الحين انا ثاني سنه اشترك هنا، اول مره اليوم الصبح اطلع افتر حق السوق، اول مره اشوف الزرع والورد والخضره، وايد وايد حلو، واسمع صوت الحيوانات، وايد استانست، اجواء حلوه. شارك في السوق من بداية أول موسم اللي هو 2012-2013. دورنا كمنظمين في أكثر من دور، يعني بداية من الصباح يكون المزارعين أول ما يوصلون المزارعين احنا ننظم دخولهم، وعلى ما ينزلون منتجاتهم في كل واحد في محله، وفي نفس الوقت خروجهم. بعدين لو بدينا من البوابات، عندنا في تنظيم اللي هو استعارة العربات، وفي عندنا داخل السوق مثلا ناخذ لف على المزارعين، نتأكد من الأسعار، وجود التسعيرة على كل منتج، وفي عندنا قسم صوب المطاعم، وكل واحد ياخذ دوره. تكلمنا عن هذه الخبره وشلون اضافت لك سوق المزارعين في وظيفتك او مهنتك. يعني بحكم ان انا مواكب للسوق، سواء في يوم السبت وبعض الاوقات حتى في ايام الاسبوع، فهذه زادت لنا خبره يعني كسبناها سنه بعد سنه، وان شاء الله تنال على حسن ورضا الجمهور والزوار، وفي نفس الوقت المزارعين. يعني المزارعين ما شاء الله متعاونين ويانا، والجمهور هم كذلك. يعني الحمد لله إذا كان في أي صعوبات شوي نتغلب عليها سنة بعد سنة، والحمد لله ما في واجهتنا صعوبات تذكر. أنا كنت
بتكلم على هذه النقطة تحديدا، بما ان انتم تتعاملون كمنظمين تتعاملون مع بحرينيين وغير بحرينيين الموجودين والزوار بشكل عام اسبوعيا اعداد هائلة واعداد كبيرة، هل تلاقون صعوبة في ان انتم تنظمون هذا المكان بما ان يعني الكثير من الجمهور موجودين فيه؟ يا الحمد لله، يعني بخبرتنا يعني نقدر نتعامل ويا اكثر من مستوى، سواء من الكبير في السن والشباب والصغار، فكل واحد يعني إلى نوع من المعاملة، والحمد لله يعني ميسر الأمور بحكم تجاوب الجمهور، تجاوب الزوار ونفس الوقت المزارعين، من سواء البحرينيين أو المقيمين الخليجيين. يعني في الفترة الأخيرة، المواسم الأخيرة، قاعدة تجينا زوار من الخليج بكثرة، فالحمد لله يعني بخبرتنا وتيسير من الله سبحانه وتعالى ماشية الأمور. يعني ثاني مرة أني المزرعة العام يناها، والسنة هذه في جولة في ربوع البحرين، يعني مدة ليل مغر تقريبا. شفت المطاعم مع بعض هالمرة، والبركات الحمد لله مرتبة، ما قصرت أماني مسؤولة المزرعة، هي ضبطت لنا ودخلت الحمد لله، يعني ساعدتنا حتى في التخفيض حق الأكل، في بعضهم عطونا هدية، فالحمد لله. والترتيب وادي أحسن من العام. شنو الهدف من هذه الزيارة تحديدا؟ والله الهدف إن إحنا التغيير، يعني هاي كبار السن يحتاجون حق تغيير نفسيا معنويا، تغيير الجو يعني. فأنا هدفي إن أغيرهم، يروحون يطلعون يغيرون الجو، يعني إذا إحنا نكله في البيت نحس بضيق ونفسياتنا يعني مو ذاك الزود، فهم يحبون يطلعون، يحبون نسوي لهم برامج. أول ما بدينا بالريوق تريقنا، بعدين انطلقنا على المزارع على سمى المحلات نشوفها، فالحمد لله وايد متفاعلين. شلون نسوي يعني تغيير جو؟ كل واحدة تقول ان انا غيرت، وايد حلو الجو، حلو الحمد لله. شنو الاشياء المميزه اللي شفتيها في السوق؟ والله صراحه انا يعجبني الاشجار، وايد عجبتني النخيل، وايد حلوه، تنسيقها حلو، وايد عجبني البحرينيين انهم قاعدين وما في المطاعم، وهذا هدف يعني وايد حلو. أنا شجعنا يعني حتى المعاي راحوا أكثر شيء يقولون بنشجع البحرينيين أحسن، وهذا هدفنا أن احنا نشوفهم. وبكذي نكون انتهت جولتنا في هذا المكان لهذا الأسبوع، لكن لقائي يتجدد معكم الأسبوع القادم مع مواضيع وفقرات جديدة من سوق المزارعين. انتظرونا، في أمان الله.